كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، اللهم ففرج عن المسلمين، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا الله. اللهم اصرف عنهم النيران والحرائق، واحفظهم وآمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم ما أهمهم، اللهم الطف بهم في الدارين، وفرج عنا وعنهم بكرمك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. كنا في الدرس الماضي ويوم الأربعاء الذي بعد الدرس الماضي أيضا تكلمنا في أدلة التبرك من القرآن والحديث من فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونبين الآن أن التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم ليس عبادة لهم، إنما هو من الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب مع الاعتقاد الصحيح بأن الخالق لكل شيء هو الله، وأن خالق الأسباب والمسببات هو الله، وأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، وأن الأنبياء والأولياء والصلحاء لا يخلقون شيئا، إنما هم أسباب جعلهم الله تعالى لنفع العباد، ليتبرك بهم الناس فيحصل أثر النفع بخلق الله. لاحظوا، فيحصل أثر النفع بالتبرك
بخلق الله وليس بخلق الأنبياء، بخلق الله وليس بخلق الأولياء، بخلق الله وليس بخلق القبور والآثار. لا، كل هذا العالم وكل ما فيه لا يخلقون شيئا، الخالق لكل شيء هو الله عز وجل. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هؤلاء الأنبياء العظام الكرام عليهم الصلاة والسلام، والأولياء رضي الله عنهم، والملائكة، وقبور الأنبياء وقبور الأولياء وقبور الصالحين، إنما هي أسباب يتبرك بهم المسلم، والله هو الذي يخلق له النفع. من الذي يخلق النفع للمسلم؟ الله، ليس القبر، ليس النبي، ليس الملك، ليس الولي، ليس الآثار، لا، الله هو الذي يخلق النفع، فتظهر آثار البركات بخلق الله ومشيئته. واضح إلى هنا؟ إذن هم أسباب، ومن الذي خلقهم؟ الله. والنفع الذي يحصل منهم بخلق من؟ بخلق الله. هذه هي عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة المسلمين. فكيف يكفرون على ذلك؟ هذا ليس فيه كفر، وليس فيه إشراك، وليس عبادة للأنبياء، وليس عبادة للأولياء. إذن انتبهوا جيدا، الله عز وجل أجرى العادة بين العباد أن يأخذوا بالأسباب، وأن هذه الأسباب لها مسببات تظهر وتحصل بخلق الله ومشيئته، بخلق الله ومشيئته. ومن هذه الأسباب التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبقبورهم وآثارهم. ثم هذا الذي يتبرك بالأنبياء والأولياء، هل عبدهم؟ لا يعبدهم، هو يعبد الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، الخالق لكل شيء. هذه عقيدة السني، فكيف يكفر؟ بأي حجة يكفر؟ بأي دليل يكفر؟ فهؤلاء الذين يكفرون أهل السنة والجماعة، هؤلاء جازفوا وخاطروا وأهلكوا أنفسهم وكفروا الأمة بلا سبب والعياذ بالله. كفروا الأمة لاعتقادهم الصحيح أن الله هو خالق الأسباب والمسببات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا بالأسباب، الأنبياء أخذوا بالأسباب. أليست السيدة عائشة رضي الله عنها تعلمت الطب من كثرة ما كان يمرض الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصف له الدواء، يوصف له العلاج؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل العلاج، يستعمل الدواء. هل يكون الرسول عبد الدواء؟ حاشا. هل الرسول يكون عبد هذا العلاج؟ حاشا. هل يكون عبد الأطباء؟ حاشا. إنما أخذ بالأسباب، هذا الدواء سبب، لكن من خالق الشفاء؟ الله. ومن خالق الدواء؟ الله. ومن خالق الطبيب؟ الله. ومن الذي يظهر النفع في الدواء إن شاء؟ الله. هذه عقيدة الأنبياء. وهكذا في التبرك، وهكذا في التبرك عقيدة المسلم أن هذا النبي إنما هو خلق من خلق الله، وهو سبب، والبركة والأثر الذي يظهر منه بخلق الله، وأن الله عز وجل هو الضار النافع على الحقيقة، وأن هذا النبي أو هذا الولي لا يخلق شيئا. فأين التكفير؟ أين الإشراك في عقيدة أهل السنة أو في التبرك أو في التوسل؟ لا يوجد شيء من الكفر ولا شيء من الشرك. فالذين يكفرونهم وينسبونهم إلى الشرك، الكفر عائد عليهم، يكون عائدا عليهم. لذلك يا إخواني،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدواء لكنه لا يعبد الدواء، كان يأتي إليه الطبيب وهو لا يعبد الطبيب، والسني يتبرك بالأنبياء والأولياء ولا يعبدهم، هذا سبب وهذا سبب، والله خالق هذا وخالق هذا، واضح؟ فكيف يكفر السني هنا؟ لا دليل لهم على تكفيره. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل الأكل الطعام الشراب، هذا سبب أم لا؟ ومن الذي يخلق الشبع إن شاء؟ هو الله. فهل يكون الرسول والأنبياء والأولياء عبدوا الخبز؟ أليس كانوا يشربون الماء؟ أليس كانوا يستعملون الدرع والسلاح والسيف ويركبون الفرس والناقة؟ هل يكونوا عبدوا هذه الأسباب؟ أليس كانوا يلبسون الثياب؟ بلى، هذه أسباب. وهكذا التبرك، وهكذا التبرك، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. فإذا كفرتم السني لأخذه بهذا السبب وعقيدته عقيدة صحيحة، فيلزمكم على زعمكم أن تكفروا الأنبياء والأولياء الصالحين لأخذهم بالأسباب، لأخذهم بالأسباب. وعقيدة السني، وعقيدة السني أن الله عز وجل هو الذي أوجد كل هذا العالم، كل هذا الكون وما فيه، إنما وجد بخلق الله وبقضاء الله وقدره، وأن الأسباب لا تخلق المسببات، وأن الأسباب لا تخلق المسببات. ثم انتبه معي، ليس من الضروري، انتبهوا لهذه الناحية، ليس من الضروري إذا استعملت السبب أن يحصل المسبب، هذا ليس ضروريا، إنما من الذي يخلق المسبب إن شاء؟ هو الله. وضحت المسألة؟ يعني